في برنامج موهبة الأثراء الأكاديمي في مسار علم التشريح ووظائف الأعضاء. كانت الدورة عبارة عن رحلة ممتعة وشيقة، استمتعت بها كثير. يغلفها روح الألفة والمحبة بين المشاركين، وتبادل النقاشات الهادفة والخبرات النافعة. بديت مع موهبة من الصف الثالث متوسط، اكتسبت لي موهبة الحماس والإصرار والشغف للتعلم. طموحي هو البحث عن شغف جديد لاستكشافه، وأن أكون من أحد الطلاب الذين مثلوا المملكة العربية السعودية لرؤية 2030، واعتبارها هدفا رئيسيا نسعى بجد لأجله ووصولي إلى حلمي كطبيبة. أي فرصة في موهبة لا تضيعها، تأكد أنه يستحق الالتحاق فيها. جهة موهبة شكرا لكم جدا على إتاحة الفرص الجميلة والهادفة للطلاب. قواد هذه الأكاديمية لكم جزيل الشكر والتقدير. إخلاصي وتحياتي يا رحمة العتيب. موهبة حيث تنتمي.